ما لقيتش سكر حطيت لي مكانه سم يا كلب. ايوه هموتك زي ما موتت كل عيلتي. لا هقتلك ومش هموت لوحدي. هتموت لوحدك. مش هموت لوحدي. هتموت لوحدك. اهرب يا ابني انت هتزمر اهرب. الاجنة هايفين قوي. ده ناس فاضية يا اخي ما بيعملوش اي حاجة. ايه ده يعني انا كده بقيت غني بمجرد الرب؟ كل حاجة اعمل يا عبده وسوي يا عبده ولما عبده يسرقهم يطمسوا. ده حاجة غلب والله ما لازم يسرقهم. يلا اخلص يلا بسرعة بقى قبل ما صاحب الفيلا يجي. فين المسروقات اللي انت سرقتها؟ مش شايف كل ده ولا كلكم وداكم؟ ايه ده يهطل ده؟ ده تمثال فرعوني. تمثال ايه ده الخمسه منه بقرش في خان الخليلي يا ابني؟ يا عم بقول لك تمثال فرعوني. يا ابني بقول لك الخمسه منه بقرش في خان الخليلي، ارمي يلا الهطل ده. يا عم خلاص خد جوه عندك الخزنه تلاقي فيها بقى الذهب والفلوس اللي انت عايزها وسيب لنا التمثال الحلو ده. طب تمام، الواد مرزوق السواق واقف بالعربيه بره؟ اه واقف بيها بره. خليه يخش عشان يشيل معانا المسروقات. يخش ازاي يعني بالعربيه وباب الفيلا قد كده؟ تبقت له يا رب ولا اعمل ايه؟ ما انت فهمني وانا افهم على طول. بص يا ابني خليه بره يدور العربيه واحنا هناخد المسروقات ونخرج له. طب ونخرج له ليه؟ ما نخليه يخش بالعربيه. يا سلام انت بتقول ايه؟ ده انا اجيبه لك لحد عندك. ايه ده يا جدعان ده ايه الجمال والعظمه دي؟ كل ده ذهب اكيد فالص ان شاء الله. يا نهار ابيض ايه ده؟ ده انا هعلم ماتش اعتزالي بقى بعد العمليه دي ان شاء الله. شكلي هيتقبض عليا دلوقتي حالا. يلا يا لهوي شكله ما بلغش. مين اللي بيخبط؟ مين؟ افتح يا كالون الباب مقفول. هو انت اهطل يا ابني؟ حرام عليك بتقفل الباب ليه؟ هو بيتنا. تعالى افتح يا عم. ايه في ايه؟ قفلت الباب ليه؟ عشان الحراميه. نسيبه مفتوح بقى واللي داخل واللي خارج. تصدق صح عندك حق. فين مرزوق؟ مرزوق يا عم بقول له تعالى وبتاع قاعد يقول لي لا البنزين غالي ومش هدور العربيه. ايه ده يا ابني؟ ما احنا اللي بنقول له العربيه رايح جاي. طب ما تقول له ايه بقى؟ بس انا ما سكتش كسمت له دخلت فيه شمال دور العربيه على طول. طيب يلا يعني هو هيخش لنا دلوقتي حالا؟ تلاقيه واقف قدامك. يلا بسرعه عشان صحاب الفيلا زمانهم جايين. دوندون انا دوندون. يخرب بيتك ما تقولش اسمي هنتفضح. انا دوندون ولا دوندون. انا دوندون انا كالون. انتوا سايبيني يا عم بره يا عم. انا مشغل العربيه البنزين قرب يخلص يا عم. وطي صوتك يا عم هنتمسك. مالكش دعوه بالعربيه هنظبطها. هتظبطها ايه؟ ما اصل البنزين طول ما هو شغال والعربيه شغاله ممكن تجيب وش سلندر. احنا اللي هنمول لك وهندفع لك كل حاجه ما تخافش. اصل وش السلندر ممكن يجيب الجوايط. يا عم الجوايط ايه؟ الجوايط. ايه الجوايط دي؟ اللي في العربيه. في حاجه اسمها جوايط؟ ايه ده مفيش جوايط؟ تعرف أبلاتين. هتجيب أبلاتين. يعني عرفنا دي. يا عم تجيب اللي تجيب. ايه رأيك بقى في الفيلا الحلوة دي؟ ايه ده انتوا جايين تسرقوا قصر عابدين يا ولاد اللذينة؟ قصر عابدين ايه؟ دي فيلا بتاعت بني ادمين. لا معلش عدم المؤاخذة انتوا مقاولين على 50 جنيه على اساس ان انتوا هتسرقوا شقة في حي عشوائي، لكن فيلا زي دي لا معلش هاخد نصيبي. لا احنا اتفقنا على كده والاتفاق كان من الأول على كده. أبلغ فيكم البوليس. لا خلاص اطلع عبي وشيل من خيرات الله من فوق. اخد اللي انا عايزه؟ خد اللي انت عايزه يا فيلتنا. يا ولاد اللذينه صحاب الفيلا مش موجودين؟ مش موجودين. لا نايمين. ماشي يا معلم. يا انت بتحسب من جيب امك ايه اللي يطلع يقلب بمتاكه؟ انت بتقول لي انا من جيب امك؟ ايوه دي فلوسنا احنا. يا ده انا المعلم. يا عم طب ما تزق الثار وانا هقتلك دلوقتي. يا عم ولا تعرف تعمل حاجه. يا ده افهم يلا. انا دلوقتي خليته يخش معانا في الموضوع عشان ممكن يحسدنا. صح والحسد مذكور. صح خليها على الله ونعم بالله. هستأذن انا بقى معاد القطر بتاعي وصل. والله كان نفسي اقعد معاك بس مش قادر يعني. ايه ده؟ انت عبد عبيط يا ابني؟ ده صوت كلاكس عربيه؟ اكيد صحاب الفيلا جوبوا هيخفخونا. ربنا يستر. اجري اجري استخبى. ايه ده؟ اختفي من الارض. يا لهوي لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم الناس الأغنياء كده يسيبوا باب الفيلا مفتوح تيجي تخش تتكهرب بقى؟ يا ويقولوا سرقنا ليه؟
ألو، أيوه يا جرادة، بكرة التسليم الساعة 5، تسليم البضاعة عند كازينو عيش البلبل. سلام. ألو، أيوه يا دوما، بكرة تسليم البضاعة الساعة 5 عند كازينو عيش البلبل. سلام. ألو، أيوه يا بوليس. بكرة جرادة وأبو دومة يتقابلوا يسلموا البضاعة الساعة 5. عند كازينو عيش البلبل. سلام. أيوة يا جرادة. قول لأبو دومة إن البوليس جاي لكم بكرة الساعة 5. اهربوا أنتوا الساعة 4 بقى. يلا سلام. ايوه يا بوليس. جرادة وابو دومة يهربوا الساعة 4 بكرة من عند الكازينو. روحوا لهم انتوا الساعة 3 استنوهم قبل ما يمشي. يلا سلام. يا اخي الواحد معاه رصيد مش عارف يعمل بيه ايه. والله افترى. الزعبلاوي فين؟ ده انا نفسي اشوفه. يا سمعت عنه قصص وحواديت يا زعبلاوي. يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. ياه، ايه الراجل صاحب الفيلا دي عنده شويه هدوم. هو ده بقى المنجهة، هي دي بقى القيافه. ايه اخيرا، ايه اخيرا شفتك يا زعبلاوي. ايه انت الزعبلاوي؟ لا لا، متهيألك انا مش الزعبلاوي ولا حاجة. لا لا، انا عارف ان انت هتركر نفسك. هركر نفسي؟ اه. يعني انا اركرت نفسي؟ اه انا اركرت نفسي. الناس كلها بتقول عليك ان انت تعلب مركار. ما لازم ابقى مركار ما دام اركرت نفسي طبعا. مين حضرتك؟ انت لازم تسامحني. ليه حضرتك؟ انا عملت ايه؟ انا عارف ان انت واخد على خاطرك مني. واخد على خاطري؟ ده انا بحبك والله بحبك. ايوه حضرتك، انا يعني انت عايز مني حاجه يعني؟ لا. ايه ايه، هتقتلني ولا ايه؟ والله ما عملت حاجه. انا مش الزعبلاوي. لا انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. ايه دي؟ دول 150,000 جنيه عشان صبياني غلطوا فيك، هدية مني ليك. انا كزعبلاوي يعني؟ ايوه. خلاص، هما 150,000 بس ولا ايه؟ هو كان في 50,000 زيادة وانا لميتهم في الشارع وانا جاي. يعني ايه مفيش 50,000 كمان ولا ايه؟ مش هم 200 ولا 250؟ هم 250,000 وانا هديهم لك ومفيش حاجه تغلى عليك يا زعبلاوي. اه كده يا قاضي، اتعدل يا. ده انا بحبك والله. يا سلام. اه يا بالسهوله دي؟ يا هو ايه، هو كان ايه العمليه اللي بيني وبينك يا؟ العمليه اللي كانت بيني وبينك بضاعه. اه وفين الخاتم ده؟ ذهب؟ الخاتم ده دهب عيار 84. طب يلزمني الخاتم ده؟ ما يغلاش عليك يا زعبله. والساعة اللي في ايدك دي ايه؟ معدن؟ الساعة 8 ايه بالظبط؟ هاتها بقى. ما تغلاش عليك يا زعبله، ده انت حبيبي والله حبيبي. يا سلام، ده الزعبلاوي ده يعني بيلم فلوس من غير ما. يا ايوه هو ده. وفين البضاعه؟ ايه ايه بضاعه ايه؟ البنطلون اللي انت لابسه ده شمس؟ البنطلون ما يغلاش عليك يا زعبلاوي. لا لا لا، خلاص خلاص والله لا، انا قلعه يا عم. خلاص بقى. لا لا خلاص، يا الصيف جه وهموت يا عم. خلاص مش قدام الناس. خلاص اه هو قدام الناس والله مجنون ويعملها. خلاص خلاص هلاقوا. طيب ما
ماشي يا زعبلاوه حبيبي. ها فين بقيه البضاعه؟ ولا كانت بضاعتي اللي كانت بيني وبينك؟ انا كزعبلاوي مش فاكر. يا كانوا حشيش. ايه ده، زعبلاوي تاجر حشيش والبضاعه في الشنطه؟ تكلم جد؟ بهزر. تربتين حشيش من اصل 8 ترب. والثمانية فين الباقيين؟ شربناهم انا والرجاله واحنا جايين. ايه الشغل ده؟ يعني انت شربت البضاعه؟ انت شربت الشغل يا دواء السم بيدوق بيدوق. لازم نشمها الاول قبل ما نشربها الناس. دي ما بتتشمش يا اهبل. امال دي ايه دي؟ انا بتاع شامبو ما اعرفش بالحاجات دي. طب انت كده ايه ده؟ مين؟ تليفون. الو. ايوه يا جراده، البوليس جالكوا عند قش البلبل؟ ورحت ليه؟